فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الحكم في من شغل برقية الناس فترك صلاة الجماعة في المسجد؟ ما الحكم في من شغل برقية الناس فترك رقية يعني نعم فأدى إلى ترك صلاة الجماعة في المسجد؟ هذا خطأ كبير، لا يجوز الانشغال عن الصلاة لا برقية ولا بغيرها، وليس هذا عذرا، ليس هذا عذرا في ترك صلاة الجماعة، يعود ويرقي ويكمل الرقية. وما أدري عن الرقية هذه، لأن أصبحت الرقية الآن تجارة، أصبحت متاجرة، ما هي بإحسان إلى الناس، إنما هي متاجرة ومبالغة، ودخل فيها من لا يحسن الرقية، بل دخل فيها شركيات استعانة بالجن، يقولون هذول مسلمين نستعين بهم، خرابيط وشبهات أدخلوها على الناس في الرقية، فشوهوا الرقية الآن وشككوا الناس في جدواها بسبب تصرفاتهم. نعم.